السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وكاملين بكم على خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم كيف كتشوفوا جبت لكم هذا النوع ديال التنبات برازيلي اللي كيتخدم في برازيل وكيخدموه حتى التركوس. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش نهضر عليه ومشاهده ممتعه. بالنسبه للبنات اللي كيدخلوا عليا وكيقولوا لي علاش ما بديتيش معنا هذا النوع ديال التنبات، بالنسبه لهذا النوع ديال التنبات غنبداه معكم بالحق ماشي دابا، حتى شداك شهر 9 الاخر ديال شهر 9 مع الدخله ديال المدرسه باش نخدموه ان شاء الله للعام اللي ماجي. وعلاش ما بديتوش معكم دابا رغم انه هو سهل ودغيا كيطلع، غير هو اللي فيه هو ان فيه الحجيرات اللي هما مزيونين واللي هما كاليتي باش كيطلع فيه البريو بزاف. ما خدمتوش دابا حيتش اغلبيه ديال الناس كيف كتلاحظوا المشاهده نقصات، يعني اغلبيه ديال الناس دابا اللي كيمشي للبحر، اللي مع وليداته كيخرجوا مع هاد الازمه اللي وقعت. كاين الناس اللي ما عندهمش الفلوس باش يشريو الحجر، عليها ما بغيتش نبداه معكم دابا، قلت ان شاء الله غنبداه معكم مع الدخله ديال المدرسه كيكونوا العيال في المدرسه والناس كيكونوا يقدروا يتفرجوا ويشوفوا ويستافدوا وحتى الحاجه تدخل لهم في العقل دغيا. عليها دابا كنكمل معكم الموديلات اخرين ديال الجليليبات اللي تقدروا تخدموهم بالمهرس غير بالحجر العادي، ماشي شي حاجه اللي هي كبيره. عاد ديك الساعه ان شاء الله غننتقلوا نخدم لكم هاد النوع ديال التنبات. واللي بغيت نقول لكم بالنسبه للتنبات راه هو كيتخدم على الفلترو، الفلترو ضروري ما تخدموا عليه، هو احسن حاجه باش تخدم عليه هاد النوع ديال التنبات باش مي كيتقطع في الحواشي ما كيتشنتف ما حتى شي حاجه، يعني ما كيتخدمش على الثوب. وبالنسبه للفلترو راه كيتباع عند موالين توابات اولا موالين الحجر على حسب كل واحد والمدينه ديالو، بحال حنايا هنايا في طنجه كيتباع عند واحد في باب تياترو هو اللي كيبيع الفلترو بوحدو، وما سبقليش جبرتو في شي مطاع اخر من غير هو. واحد السيد تما عنده محل قديم عنده كيبيعو بالمترو، كيعمل 40 درهم للمترو. وبالنسبه لهاد الزواقات راهم مزيونين وكيتباعو غاليين بزاف، يعني ما كيتباعوش رخاصين، ماشي بحال الجيلاتين اولا ماشي بحال التنبات العادي، حيت كيف قلت لكم اول حاجه كيتخدم بالكاليتي ديال الحجر باش كتجي الزواقه مزيونه وما كتجيش سواقيه، وفي نفس الوقت كيتخدم بالكانتيل اللي كنعملوه في الحواشي وكيتخدم خصك تكون جالسه وما حداك حتى شي حاجه اللي تعصبك ولا شي حاجه باش كتخدم داكشي متقن مليون في المية. وبطبيعه الحال راه كنرشموه عاد كنخدموه واخا كتشوفوه هايده بحال اللي مخدوم عشوائي، الحق لا هو مخدوم بالحساب باش كتجي كل حجره بحال اختها، ما كيجيش كاين شي اختلاف اولا شي حاجه. عليها ما بغيتش نبدا لكم دابا في الصيف اللي دابا الناس كيخرجوا وخصهم يمشيو للبحر وهاللي كل واحد شنو عنده، يعني الناس مفتونين ما كيكونوش بالو مع الصنعه، غير واحد الفئه اللي قليله اللي باله مع الصنعه، على داكشي ما كيتشافوش الفيديوهات بزاف، لذلك قلت خليو حتى الدخله المدرسه باش الوحده كتكون مرتاحه ووليداتها في المدرسه كتكون جالسه وتفرج على خطره وتعلم على خطره وتفكر على خطره. وداك الساعه ان شاء الله نوريكم حتى الطريقه ديال البيع ديالو كيفاش تقدروا تبيعوا وكل شيء التفاصيل الممله. وكنشكركم بزاف على حسن المتابعه وعلى التعليق ديالكم اللي مزيونه واللي كتفرحوني بها، ونبغيكم بحال ديما تكونوا ديما قويين وشجاعين ومتحمسين ومتفائلين بالخير، وان شاء الله ما تجبروا قدامكم غير الخير. وكنشكركم مره اخرى على حسن المتابعه، وباي باي مع السلامه الى فيديو جديد ان شاء الله وفرجه ممتعه.